ولا دستور تحت حكم العسكر ولا انتخابات تحت حكم العسكر. ليه؟ بعد الفضيحه اللي حصلت اول امبارح دي لما يتفتح باب التظلم وهو مقفول 18 ابريل يتفتح الساعه 12 بالليل ويتقبل التظلم. سام يعني يعرف ماذا ما هي صلاحياته كان يعني الديمقراطية الحقيقية هي حلنا لننطلق إلى الأمام لمشروع نهضوي مصر. يجب أن نعمل مع القواعد الشعبية التي لم نصل إليها. يجب أن نصل إلى كل فلاح وكل عامل وكل شخص بسيط ويحس أننا نحس بألامه وبأحلامه. هذا تحدي كبير لم ننجح فيه في الماضي ويجب أن ننجح فيه في المستقبل. أنا